لماذا استقبل السعوديين الرئيس بايدن ببساط بنفسجي وليس أحمر؟ حاز البساط البنفسجي على جزء من حضور مشهد استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة 15 يوليوز في زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. وحسب ما ذكرت جريدة سعودية، فإن المملكة تنفرد من بين دول العالم باختيار اللون البنفسجي لونا معتمدا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء وممثلي الدول. وأضافت أن السعودية اختارت اللون البنفسجي لونا معتمدا لسجاد مراسم الاستقبال في شهر ماي من عام 2021 بمبادرة مشتركة من وزارة الثقافة والمراسم الملكية للتعبير عن عنصر ثقافي تنفرد به المملكة. وعن أسباب اختيار اللون البنفسجي، نقلت الجريدة عن وزارة الثقافة السعودية قولها إنه يتماهى مع اللون صحاري المملكة وهضابها في فصل الربيع عندما تتزين بلون زهرة الخزامة ونباتات أخرى مثل الريحان التي تشكل في مجموعها غطاء طبيعيا بلون بنفسجي يعكس ترحيب أرض المملكة بعابريها وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها من خلال لون الطبيعة المعطاء وهي تعيش في أزهى حالاتها.